يوم يسولف علي ابوي يقول ان قبل سنين يقول في واحد يقال له مساعد الغزي طبعا اللي هم انا اسميهم خوالي، عيال عم خوالي الحبيس، جدهم واحد يقول انه جاء وقف بسوق الزلفي مع سيارتين سكس وعادي ويصوت، قال يا للزلفي اللي منكم ما حج يركب السيارة هذه، يقول ركب يعبي السكس والعادي، يعبيه نوادم من أهل الزلفي وراح يحجبهم. الله يغفر له ويرحمه بهاليوم الفضيل وهالساعة الفضيلة، الله يغفر له ويرحمه ويغفر ويرحم كل وجه خير وكل من سوى بالناس خير. شوف راح الموقف وراحت الدنيا، ويبقى الدعاء ويبقى العمل الصالح اللي الناس تذكره. طبعا يمكن يصير فيه شخص سلبي الحين يقول ايه اول ما كان فيه مثل اجراءات الحج كانت سهلة، صحيح اول كانت غير وكانت اجراءات الحج سهلة، لكن ما حد يقدر يسوي مثل يسوي ذا.